مستمر معكم أحبتي ونناقش في المواضيع كالكلاس 1 driven by definition، وكما وعدت سيكون حل السؤال f of x equals 5 over x to find f prime of x by definition. طبعا حاب أضيف لهم شيء، أنه أحيانا لما يكتب هذا السؤال يكون في عندنا شرط أنه x not equal to 0، وعادة يعني من خبرتي به التعليم الطلاب يسألوا إيش هذا؟ هذا الشيء لا يؤثر على حلك، بالنسبة لك انساه، يعني لا دونت بي اتنشن. هذا السؤال حتى يكون الدومين صحيح، هذا يؤثر على صحة السؤال ولكنه لا يؤثر على مجريات الحل، لذلك لا تهتم فيه أبدا إن وجد، لأنه أحيانا يكتب أحيانا لا يكتب. ونستمر أيضا، هذا هو القانون اللي راح نستخدمه f prime of x و limit f of x plus h minus f of x over h as h approaches 0. خلي القانون معروض هون، أعتقد أنه هيك واضح. Now f prime of x، دائما نكتب القانون، دائما نكتب القانون، في عليه علامة ما، يعني f of x plus h minus f of x over h. نبعد شوي، أنا دائما يا أحبتي أركز على أنه نكتب المين فراكشن دائما، هذا الفراكشن أكتبه قبل ما تبدأ تعبر وتعوض هذا المين فراكشن. وطبعا تركيزي الآن على هذا الفانكشن، راح نستبدل كل x موجود بx plus h minus، راح نكتب الفانكشن نفسه لأنه لاحظ عندي minus f of x يعني نفس الفانكشن، يصبح عندي 5 over x plus h، لأني I replace هاي x by x plus h minus هي نفس هاي minus minus f of x يعني minus 5 over x over h. الآن ما تبقى كله جبر، وهذا ما يسمى بالcomplex fraction. complex fraction ليش؟ لأنه عندي fraction والfraction كمان عليه fraction، ف that's why يسمى complex fraction. هلا أنا يعني لكل يعني ممكن هذا يكون في like variety من solutions، يعني مش كل الناس بيحبوا زي بعض، لكن أنا عن نفسي أول خطوة بعملها هو إني أتخلص من فكرة الcomplex fraction، ما بدي أتعامل مع complex fraction بهذا الشكل. limit نفتح قوس ننزل enumerator x plus h minus 5 over x times 1 over h. هذا هو الأسلوب، لأنه هاي الـ h over 1 كأنه ضربنا بالريسبريكال للـ h over 1 اللي هو 1 over h، وانتهى، ما ظل عندي ما يسمى بالcomplex fraction، وهذا يعني يظهر أنه كثير شكل أسهل من اللي موجود هون. الآن how to like unify the denominators. لما نعمل unify the denominators هو من حيث الشكل يشبه ال cross product، لكن هو ليس cross product. نبدأ بهذا ال x اللي هون اللي على اليمين بالdenominator تضرب بال 5 فتصبح عندي 5x، انتهينا. بعدين نبدأ بالدنوميتر الثاني اللي على اليسار يضرب بهذا العدد، لكن هذا العدد ليس 5، هذا العدد minus 5. إذن minus 5 في x minus 5x minus 5 في h minus 5h، ونضرب الدنوميتر بالدنوميتر، وهذه x ليست minus x، خلاص الماينس اعتمدنا أنها مع الفايف، ما بصير أقول الماينس مع الفايف والماينس مع الإكس، مع واحد فيهم خلاص انتهينا، هي مع الفايف وانتهى الأمر. لأن نضرب إكسباند، لما نضرب لا تعمل إكسباند، فقط ابقيها بهذا الشكل، يعني إكس
بحيث تمسج. نتخيل ان هنا كانسليشن 5x ماينس 5x، نكتب ما تبقى وهو ليميت ماينس 5h over x بx بلس مين h تايمز 1 over h. هذه ليميت 0 over 0، من حق الان اني الغي هاي الh مع هاي الh ونكتب ما تبقى. خلينا نكمل هون. equals on يعني h goes to 0 limit h goes to 0 طلع عندي minus 5 over x times x plus h. هذه limit secure ما فيها 0 over 0، احنا نعمل replace لهاي ال h ب 0. ليش تبقى عندي؟ انتهى الامر، طلع عندي minus 5 over x times x، وزي ما بنعرف x times x minus 5 over x squared. وبهذا يكون قد انتهى حل هذه المسألة. أما السؤال الذي سيلي هذا السؤال فسوف يكون a derivative of 2 over 3x plus 1 by definition. إذا كنت يعني حاب تشوف كيف سنجد الديريفاتيف لهذا الفانكشن باي ديفينيشن، ابقى معنا.